والبركات والمزايا والفضائل ما ليس لغيره على الإطلاق،
وأشرف ما في هذا الشهر أن الله أنزل فيه القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأودع الله هذا الشهر ليلة هي في ميزان الليالي والشهور والأيام خير من ألف شهر، أي ما يزيد على 80 عاما. ليلة في العام تزيد عن 80 عاما يقضيها أهل العبادة في العبادة والطاعة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا أي بالله واحتسابا أي للأجل من الله غفر له ما تقدم من ذنبه. ويكفي الصيام شرفا وفضلا أن الله نسبه إليه من سائر الطاعات والعبادات. فقال جل جلاله في الحديث القدسي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. كفى الصوم فضلا وشرفا أن الله نسبه إليه من سائر الطاعات. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، جنة أي وقاية، وقاية من العذاب، وقاية من النار، جنة يستجن العبد بها من عذاب الله أو من النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث له معنيان: معنى الجماع في نهار رمضان، ومعنى الفحش من القول والفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، انتبه، ليس الصيام من الأكل والشرب، فقد تصوم الشهر كله ولا تحصل من الشهر إلا الجوع والعطش. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك تقل: إني صائم، إني صائم. والذي نفس محمد بيده دخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح بفطره إذ أعانه الله على صيام النهار فصام، ويفرح إذا رزقه الله الطعام الذي بين يديه، وغيره قد لا يجد لقمة الخبز وشربة الماء. أما بين يدي الله فسوف يرى الصيام يشفع له أمام الله جل جلاله. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وعيد: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، أي يشفع الله فيك الصيام أيها الصائم، والقرآن أيها القارئ لكتاب الله بالليل، والناس نيام. ثم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحتفي حفاوة خاصة برمضان. إذا أقبل رمضان يقف الحبيب عليه الصلاة والسلام مذكر الصحابة قائلا، والحديث رواه أحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة، كان إذا أقبل شهر رمضان يقول الحبيب: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر مبارك، فرض الله عليكم الصيام، تصفد فيه الشياطين، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم: فتحت أبواب الرحمة. وفي رواية الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الجن ومردت الشياطين، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله